أبيك تطلق دانا. مو هي طلبت منك هالشي بلسانها خلاص. لا تحتي إن هالموضوع أنا مفكر فيه أصلاً. إيه تكفى الله يخليك، خلص هالموضوع علشان أنا لما أسافر أكون مرتاحة. باكر راح أروح المحكمة وأخلص الموضوع. إنزين في شيء ثاني بعد، إذا أنت تبي نورة تعيش معانا هني في البيت ترى أنا ما عندي مشكلة. صح، أنا هالموضوع وايد مضايقني لأن هي قاعدة بالبيت بروحها، بس أنا راح أزورها وأكلمها بالموضوع. وفي شيء ثالث بعد. شوف طلباتك وايد زادوا. ما يبشر صدقني آخر طلب والله. يلا قولي. يعني إيش رأيك تهد شغلك في الوزارة وأنا أبطلك مشروع وأنت؟ أريام لو سمحتي قبل لا تكملين، هالموضوع أنا ما أحبه، أنا حاب أستمر بشغلي وتكفين، مرة ثانية لا تفتحين الموضوع هذا معي، أوكي؟ أوكي. زي ما راح توريني الفيلا؟ يلا. هلا بشار. هلا عمي شلونك؟ عمي أنا داق عليك أقول لك إني طلقت أنا. هذا طلبها وأنا وعدتها إني راح أسوي لها إياه. أوكي بشار، مع السلامة. أعتقد كافي كذي نحن ننهي الاجتماع وإن شاء الله نجتمع مرة ثانية. ممكن تفضلوا على مكاتبكم. اللي تشوفه أستاذ. خير يبا، منو دق عليك؟ هذا بشار. وش يبي منك بشار؟ يقول إنه طلقك. زين الحمد لله، هذا خبر يفرح، ليش أشوفك متضايق؟ وبعدين لا تنسى إن أنا اللي طلبت منه إنه يطلقني. يعني أنتِ مو متضايقة؟ لا يبا كلش مو متضايقة، وبعدين ما كان لا داعي تلغي الاجتماع عشان تخبرني خبر مثل هذا، كان ممكن تنطر عقب ما نخلص. أنتِ متأكدة إنك مو متضايقة إن بشار طلقك؟ يبا أنا متأكدة. إيش رأيك تعطيني مفتاح سيارتك؟ ليش؟ صراحة من أول ما وصلت دبي وأنا بخاطري أطلع أتمشى شوي. وبما انك انهيت الاجتماع وانا ما عندي ولا شيء اسويه فبطلع اتمشى شوي. طيب تفضلي. ثانك يو. ديري بالك على نفسك. Thank you.
يلا حبيبي أنا جاهزة. أنا بعد جاهز. أقول ترى أنت وايد جايب الجنط معك. شفيك حبي؟ ثلاثة ملوتي واحدة حقك. إيه بس ما له داعي كل هالملابس، راح نسافر هناك وتشتري. مصدق بشار؟ هذه أول مرة نسافر فيها ويا بعض، يعني ودي كل ما نطلع كل مرة ألبس شيء جديد، شيء حلو، شيء مميز. تدري بشار؟ قبل ما نتزوج كنت دائما كذي أفكر وأحلم إن أنا وأنت مسافرين ومستانسين، والحين عقب ما تزوجنا بصراحة ماكو ولا شيء يمنعني من إني أحقق هالحلم. تدرين شنو بالنسبة لي؟ كل أحلامي تحققت لما تزوجتك. أوعدك إن حياتنا راح تكون أحلى حلم نعيشه مع بعض. إن شاء الله. أوه أنا نسيت أدق على نور أقول لها إحنا مسافرين. ألو، هلا نورة، شلونك أخبارك؟ هلا بشار. أنا داق عليك أقول لك إن أنا وريام اليوم مسافرين. بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. توصلين على شيء؟ سلامتك ما تقصر. إذا أي شيء بغيت تكلميني، أوكي؟ إن شاء الله. لحظة ريام تتكلمك. لحظة. هلا حبيبتي نورة. سامحيني ما قدرت هي أسلم عليك، بس حدنا مستعيلين ما عندنا وقت. لا عادي مو مشكلة حبيبتي. أي شيء تحتاجين كلميني أنا على تليفوني ولا تليفون بشار. إن شاء الله ما أحتاج شيء. يلا أوكي ديري بالك. باي باي. تدري بشار أنا شنو أحس فيه الحين؟ شنو؟ أحس إني أنا أسعد إنسانة بالدنيا. يلا لا نتأخر على المطار. حبيبي إيش فيك؟ ترى في وقت للحين على البوردينج، ترى إحنا حاجزين بزنس مو كونومي. اوكي ولا تدري. يلا امشي يلا.